بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع الكورس تبعنا SNCF 300710. اليوم درس يعني يعتبر مهم، وهو الـ FMC Management Configuration. في بارت بالـ FMC لازم نشرحه، وفي إعدادات تجهيزات لبعض التولز عشان نقدر نشتغل فيها، وشوية ضبط إعدادات للـ FMC. فاليوم الفكرة تبعتنا خاصة بس فقط في الـ FMC. نروح على الـ FMC. أول طبعا ندخل عليها حنلاقي الداشبورد، حنروح على التورس هذا اللي هون أو السيتنج يسموه، نكبس عليه. طبعا نلاقي فيه شغلات كتير جميلة فيه، حنشرح إن شاء الله على مدى الكورس. بس موضوعنا اليوم في الـ Configuration Tab. لما نضغط على الـ Configuration Tab معناتها إحنا هون عم نشرح خصائص خاصة في الـ FMC، ما دخلش الـ Firepower كFirepower فيها. أول ما نفتح الـ Configuration Tab بياخدني باي ديفولت على الـ Information. بقول لي أنت شو مسمي الـ FMC والـ Product Model تبعه و Serial Number إذا موجود و Software Version. طبعا احنا شغالين على 6.6.4. بقول لك إنه هو الـ Operating System هو Cisco Fire Linux Operating System، والـ IP Address اللي ماخده ماخد 2 Management IP Address زي ما حطينا، واحد للشبكة تبعتي اللي خاصة في الـ الريل لاب تبعي، واللي خاصة عفوا في الراوتر تبعي، وهذا للريل لاب عشان يصير في كوميونيكيشن معه. IPv6 طبعا ديسيبل. الكرنت بوليسي اللي هو الهيلث بوليسي ماخذ هاي البوليسي باي ديفولت، والموديل نمبر 66. قول له تمام. راح نطلع اول اشي على اول تاب وهو الاكسس ليست. شو هي الاكسس ليست؟ باي ديفولت انت لتدخل على الاف ام سي وتعرف تعمل كونفيجريشن لازم يكون في allow لشغلات بالاكسس ليست. باي ديفولت حيكون في عندك الهوست، يعني اي حدا بقدر يستعمل HTTPS. طبعا اي حدا قادر يعمل ping على FMC تمام، فبقدر يفوت عليه عن طريق HTTPS زي ما احنا داخلين عن طريق HTTPS هون. والشغل الثاني انه بقدر يعمل عليه SSH، فال SSH برضو كمان مفتوح عندي. انا شو الخيارات اللي بقدر احطها بال FMC؟ طبعا الريكومنديشن التوصيات بقول لك انه قبل ما تمسح هذول، اذا تمسحهم عشان ما تخليهم لاي حدا، ضيف الاجهزه اللي انت عايز انه هي تدخل عليه. فمثلا وليكن انا اذا عندي في جهاز وليكن IP address 192.168.10.10 اللي هو جهاز عندي، بدي ادخل عن طريق SSH وال HTTPS، بقول له اد هيك، بعطيه اد، بعدين بمسح هدول الاثنين. لانه انا اذا مسحت هدول الاثنين بالاول وعملت سيف، بحياتي مش راح اعرف ادخل على الاف ام سي، لازم افوت اعطيه كوماندات او اعمل له ريسيت، حندخل في حوارات مش لذيذه. فيستحسن هيك، انا مبدئيا حخليها في الاني احسن شيء. وطبعا في خيار عندي اس ان ام بي لازم اضيفه، فهذا كمان برضو منضيفه لاحقا ان شاء الله. طيب هذا بالنسبة للأكسس ليست. في عندي أكسس كنترول ليست بريفرنس، هذا غير كليا عن الأكسس ليست. هون نحن دائما أول شيء أشرح شوية هي بريفرنسز، شغلات أنت بتفضلها تحت نعمل. هي باي ديفولت ديسيبلد. طيب في عندي أوبشنال وفي عندي ريكوايرد. طيب شو هدول الأوبشنال والريكوايرد؟ لما تضيف عندك هون بالبوليسيز، لما تفوت على الأكسس كنترول ليست، خلينا نفتحها بالتاب تاني، وانت عم تخترع. لما اخترعنا اول بوليسي نحن فيها هون، انا عندي هدول بوليسيز لما انا اخترعتهم عملت سيف على طول، فما كان في عندي اي مشكلة. بس هون فيني اقول له انه لا، ما تخليه يعمل سيف غير مثلا ليحط كومنت. طيب هل بدي اياها اوبشنال ولا ريكوايرد؟ ريكوايرد يعني مش حقدر تعمل سيف من دون. اوبشنال انه يا يا لا، يعني ممكن اعمل كومنت ونكون اقول له سكيب وعادي. تعال نجرب هيك على السريع ريكوايرد، طبعا بعدين بشيله لانه حتعرفنا. فمثلا هون قلت له سيف، اوكي قال لك سيف سكسسفول. تعال نشوف نحن هون نفوت، لو قلت له مثلا اد رول، ضف لي مثلا اي رول، مثلا نسميها اتش جي، مش عارف شو بتعمل اي بلوك انسايد، او خليها اني قول له اد. على سريع قال لك ديسكريبشن، هقول له كانسل، ولا حيخليني اعرف اضيفه. طب يا عمي كانسل اد ما في،
بس لو رحت شلت له اياها وخلينا نشوف الاوبشنال شو بتعمل. كله كنسل هون. اريد هو يس. ارجع اضيف له اد. اعطيه نيم. كله اد. فانا عندك اوبشنال بدك اياها اوكي، او ممكن تكتب لي اوكي وبضيفها على طول. شايف الاوكي ما كانت عندي اول شيء انيبل. فلو رجعت شلت له اياها ديسابل قول له سيف. روح لعليه قول له اكتف قول له يس قول له اد. لا اد قول له اد رول. سمي له يا اي جي قول له اد. فهون ساعتها على طول ضف لي اياها تمام، اللي هي اسمها كان اسمها غريب سميناها ام ام ام. لا فانا بروح على ام 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 هلا بضيف لي. فهي هي القصه. اذا انت بدك تحط لاي حدا يحط كومنت معين او شيء قول له كانسل بدناش قول له اوكي سيف تمام. فهي بالنسبه لها. طيب نروح على الاوديت لوج نشوف شو قصه الاوديت لوج معنا اليوم. انا لما بدي انا بهمني شغلات هاي كتير مهمه، بهمني السيس لوج وبهمني الاس ان ام بي السمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. السيس لوج انا بهمني انه انا اي اليرتس مثلا بدي اياه. طبعا انا ما راح اشرح شو هو السيس لوج لانه السيس لوج له قصص تانية مفروض تكون اخذته بسيس ان اي وسيس ان بي. بس انا ممكن اهيئ جهاز عندي بالشبكه يكون بسموه سيس لوج سيرفر، وباجي بعمل اعدادات هون. فبصير اي شيء بقول له مثلا اوكي بعت لي سيس لوج عليه حنشوفه كثير لقدام حنستعمله، فبكون انا مجهز. طيب انا سيس لوج هون مين هو؟ شو يعني سيس لوج سيرفر؟ سيس لوج سيرفر هو اي جهاز كمبيوتر بيشتغل بيكون سيرفر عليه اي برنامج بيعمل سيس لوج بيسحب الايفنتس تبعي. خلينا نروح على التوبولوجي تبعتنا بس شوي. نفرض المانجمنت بي سي او بي سي في لان 10 خلينا نفتح ونشوف اذا فيه سيس لوج سوفت وير. تمام حلاقي هذا فيه كيوي سيسلوك سيرفر. ماشي بس اتأكد شو الاي بي ادرس تبعه. اي بي كونفيج 10.32 حلو. طب اقول له دبل كليك هون مفروض يفتح معي. في ابديت بقول لك 5 مسج ما فيش مشاكل. طبعا هيك هلا هو فاضي. لو رحنا انا هون عندي على المانجمنت وقلت له اول شيء انيبل، قلت له شو الهوست؟ كان 192.168.10.32 متاكد كان اي بي كونفيج .10.32 مظبوط. حلو الفاسيلتي شو اللي بدي اياه يكون؟ انا طبعا هذول كلياتهم المفروض انتم تكونوا عارفين. انا راح اعمل له سيس لوج اقول له بعت لي سيس لوج. طيب شو بدك السيفيريتي تبعه؟ يبعث لك بس الانفورميشن ولا الايمرج ولا الالرت؟ انا خليني اعمل لي الالرت. طيب في شيء تاج في شيء هون شغلات اتش تي تي بي بدك يبعث؟ لا قول له تيست. خلينا نعمل تيست. ممتاز قال لك انه انا ريتش عندك قول له سيف. شوف هون بلش يقرأ عندي الالرتس. سكر لي هون بلش يقول لك فاير باور ويعمهم يعطيك شغلات عن السيس لوج وبلش يخزن لك فيها هون. عظيم جدا وممتاز. هاي السيس لوج عندك انت خلاص. طيب اوديت لوج سيرتيفيكيت. السيرتيفيكيت دايما انا هذا طبعا ما حشرحه باستفاضة غير لقدام. في مبدأ من مبادئ السكيورتي لما تصير تعمل كونكتيفيتي بينك وبين الكلاينت او بين اي شيء، مثلا بدك تعمل الاف ام سي تضيفه على ويندوز سيرفر او اي شيء، لازم تستعمل سيرتيفيكيتس كنوع من انواع السكيورتي تمام. عفوا. فعندك هون الاف ام سي اعطاك الاوبشن انه يكون في عندك
سيرتيفيكت تقدر تعملها وانت عم تبعت للسيسلوك سيرفر اللي قبل شوي، او اي كونكتيفيتي اي حدا بدك توصل عليه فيك توصل عليه بطريق امن. فهون فيك تعمل جنريت سيلف سايند ريكويست وبتطلع عندك سيرتيفيكت بتيجي بتدخلها. طبعا حوار طويل حشرحه لقدام، بس طبعا هون ريكومنديشن بقول لك اوعك تعمل انيبل لهي غير لما تاكد انه السيرتيفيكت منزل على جهاز الكلاينت ونفسه هون محطوطه على بقلب الاف ام سي. حلو، خلوها هلا مبدئيا ما تشغلوا بالكم فيها. عندنا شيء اسمه تشينج ريكونسليشن، هذا حلو. هذا شو قصته؟ هذا بيعطيك الابديت كل 24 ساعة عن شو التغييرات اللي حصلت في الاف ام سي. يعني ضفت اكسس كنترول بوليسي، بقول لك اليوزر الفلاني ضاف اكسس كنترول بوليسي، ضفت نتورك، ضفت اي تشينجز بيحصل. شايف التشينجز نحن عم نعمله هلا هذا برضو بنبعث لك، بنبعث لك كيف؟ عن طريق ايميل. طيب عشان ينبعث لك عن طريق ايميل فانا مضطر اوقف هاي الشاشه واروح على تاب من تابات الكونفيجريشن حيكون اسمه ايميل سيت اب. لازم نعمل ايميل سيت اب. وين ايميل سيت اب؟ راح الايميل سيت اب من هون. اوكي ايميل نوتيفيكيشن، هروح بس على الايميل نوتيفيكيشن بعدين حرجع على تشينج ريكونسليشن. بس اهيئ الايميل. حلو، بقول لك ميل ريلي هوست. طبعا انا عندي الهوست ومظبط اموري، فعندي السيرفر ممكن تعمله على الجيميل تبعك، بس بدك تفوت على الجيميل تعمل له اكسس. بفتكر ماشي البورت اللي بيشتغل عليه 587 TLS، خليه TLS. فرم ادرس، شو الادرس؟ انا عامل ايميل اسمه fmc@mecuae.net. طيب يوزر اوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن يوزر نيم نفسه حيكون الايميل، وحيكون الباسورد تبع الايميل. نقول له تيست ميل سيرفر، بقول لك بليز انتر ان ايميل ادريس تو سنت تو. طيب خليه يبعث لي على ايميل miari@mecuae.net، خلينا نشوف اذا حيحصل مشكله ولا تمام. مسج سنت قال لك، يعني الامور عندي تمام. بس خليني اعمل سيف، ما تنساش طبعا تعمل سيف، وخليني اروح على الايميل اشوف مبعث لي. خلينا نشوف الاوتلوك هون شو راح يبعث. قول له سنت، خليه يستعجل شوي. تمام، هي FMC test. هون قال لك this test message from your call email notification. ممتاز. هلا reconciliation كيف ببعث لي اياها؟ هلا لو انا قلت له from، بس فرجينا انا شرحت الكورس هذا بالانجليزي فعندي ايميلات. قل له بيقدر يبعث لي هيك ما طلعوا. طيب قل له from FMC. مش عم يعمل سيف. from FMC. اوكي ف لا هذا الكوريليشن لا انا بدي برضو كوريليشن، انا بدي هي كون هذا زي هيك الريبورت بيطلع لك. هون بقول لك صار في تغيير انكلوجن بوليسي ريفيجن كومبيرجن ريبورت، صار في تغيير عندك. هون افتح هاي بوليسي انفورميشن، بقول لك هون شو اللي تغير من داتا رولز. اي في شغلات كثير نحن هون غيرناها، فام اخر اليوم بعت لك فيها. حلو، طب نسكرها هون وتعال بعد ما عملنا سيت للايميل حنروح هون لل change reconciliation نفسه. فهذا ببعث لك ال change reconciliation، ببعث لك ال changes اللي صارت على ال FMC، اي تغييرات صارت على ال FMC من configuration خلال 24 ساعة. فانت يوم مثلا بتقول له enable، لازم تعمل له enable، والtime امتى بتحط له مثلا time
امتى يبعث لك اياه، وايميلته على اي ايميل بدك يبعث. بتقول له مثلا على ايميلي. حلو. اذا بتقول له ريسنت لاست ريبورت، اذا في لاست ريبورت هو كان عامله ببعث. there is no report to send. اوكي، ما كان عامل اي ريبورت. حلو. بقول لك include policy configuration اكيد، وشو full change history، كمان اعطيني full change history بعت لي اياه. بقول له save. فهلا التشينج ريكونسليشن مع الايميل راح يبعث لي كل يوم الساعه 12 شو التغيير اللي حصل عندي على الاف ام سي. بسيط. الدي ان اس كاش هو ببساطه الاف ام سي بيعمل كاشنج، بيخزن بالكاش تبعه اللي هو الهوست نيمز اللي استعمل، احسن ما كل مره يقعد يعمل لوك اب. الديفولت تبعه كل 5 ساعات بيعمل فلاش للدي ان اس تبعه، يعني 300 دقيقه. هي الديفولت. انا بنصحك خليها على الديفولت، ما تغيرها. حبيت تغيرها بتغيرها منها. تمام. الداشبورد، الداشبورد باختصار هون اذا انت فيك تعمل تغيير بالوجت تبع الداشبورد. هون عندك بالاوفر فيو في عندك داشبورد، صح؟ خلينا نفتحها على صفحه ثانيه. هذا هو الداشبورد. فانك انت تقدر تغير بالوجت، تمسكها هاي حنتكلم عنها تحطها هون، او هاي مثلا ترجع تشيلها هون، تكنسل مثلا شغله تعملها اكس، تضيف شغله من هون. هاي طبعا بالاف ام سي مانجمنت هون قايل لك انيبل كاستم اناليسيز ويدجت، ونحن حاطينه انيبل. ما بدك يخليه يقدر يعمل، بتشيله وبتقول له ديسيبل تعمل سيف. الداتابيز، الداتابيز بكل بساطه في عندي انواع كثير للداتابيز، حتوضح معانا لقدام لما نشرح. باي ديفولت كلياته بخزن مليون ايفنت، انت فيك تلعب بهاي القيم بس. الريكومنديشن سيسكو بتقول لك خليها، لان انت كل ما تكبر اصلا فانت عندك الانترنال ميموري تبعك ح يكبر. حلو. هاي بالنسبه بس للايفنتس، شو الايفنتس اللي حصلت، ف وحيبطا الاف ام سي وحيصير في عندك مشاكل، فانت خليها على الديفولت احسن. بس ان كيس بدك تغير الانتروجن ايفنت داتابيز للديسكفر ايفنت داتابيز كونكشن داتابيز، طبعا هاي الاسامي كلياتها شوي حتكون غريبه بالنسبه لك لقدام، حتوضح الكوريليشن والوايت ليست ايفنتس مالوير ايفنت، كل هدول موجود. ممكن مثلا تتغير، بس اي ثينك في ليميتيشن، في ماكسيمم. مثلا لو حطيت له هذا مليون، مثلا لو زدت له كمان 3 اصفار وقلت له سيف، سمح فيها هذا التغيير ولا ما سمحها؟ قال لك ديف سنتر تروجن كذا، قال لك ماست بتوين ال 10000 وال 10 مليون، فانت انكلوسيف يعني بين القيم هدول، يعني حتاخد 10000 اكيد وحتاخد 10 مليون، فاكتر ما هيك تلعبش يعني. ففي الى ففيك طبعا تلعب فيها، ما حدش بيلعب فيها، بخليها على الديفولت. ايميل نوتيفيكيشن هلا شرحناها كيف حطينا الايميل وعرفناه. اكسترنال داتابيز اكسس، شو يعني اكسترنال داتابيز اكسس؟ اليوم انت لما يكون في عندك، في ناس لعيب التقارير خاصه المبرمجين لما بيلعب بتقارير عندك بيكون لعيب على شيء اسمه كريستال ريبورت او اي ريبورت. انا شخصيا مش كنت زمان لما كنت ابرمج كنت العب على كريستال ريبورت، فممكن تاخذ الداتا هاي وتظبط هيك تقارير بشكل كتير حلو، وبساعتها بتعرضه ساعتها على المانجمنت، بتلعب طبعا من الداتابيز الموجوده عندك هون. هدول اللي يعني عم بتخزن الملايين، هدول بتخزن وفيك تطلع وفيك تعمل فلترز وفيك تعمل اللي بدك. انا مش هذا الشخص بس لازم اشرح هذا الموديل. فانت عشان تعمله بقول لك allow external database access، بدك تعمل له allow server host name. طبعا انت الكريستال ريبورت تبعك او الاي ريبورت البرنامج على اي جهاز، مش لازم يكون سيرفر، تمام، بس هو اسمه server host name. بتكون منزل انت على جهاز، بتحط له الاي بي ادرس تبعك، ولازم تنزل درايفر هذا على الجهاز الكمبيوتر تبعك. هيك بتقول داونلود، مو بينزل لك درايفر هذا هون، بتعمل له سيت اب نيكست. ولازم تضيف الجهاز تبعك اللي هو نازل عليه كريستال ريبورت، وليكن مثلا اذا كان الاي بي تبعه 192.168.10.10، بتقول له اد هوست، بتحط له اياه هون عشان يعطي البيرميشن، وبتقول له سيف، بقول لك شكرا كثير، وبتبلش تعمل الريبورتات تاعونك. انا شخصيا مش هالبني ادم فما بستعملش هالاوبشن. اتش تي تي بي اس سيرتيفيكيت،
برضو ال HTTPS certificates هون عشان تدخل بطريقة آمنة. يعني أنت اليوم داخل هون not secure هي HTTPS not secure، فرح نتعلمه لقدام. ففيك تعمل generate new CSR، أو فينا نخلي إحنا نشوف كيف نخلي سيرفر هو certificate authority تبعتي ويطلع certificate وتدخل عليها. وإنابل كلاينت طبعا، لا تنسى لما تقعد تشتغل ويكون عندك الكلاينت لازم تنزله على جهاز الكلاينت عشان يقدر يفوت عليه. لو ما نزلته على جهاز الكلاينت مش حيقدر يفوت عليه. هذا برضو خليني أشرحه بموضوع السيرتيفيكيت، بس هاي فكرته تقريبا. الانفورميشن أول ما دخلنا على الكونفيجريشن شفنا الانفورميشن تبعه، هو بيكون معطيك فيك طبعا تغير النيم اللي بدك اياه. انتروجن بوليسي بريفرنسز نفس اللي عملناه بالاكسس كنترول بوليسي بريفرنسز، اللي هي لما تروح تعمل intrusion policy بدك تحط له إياها optional, required ولا disabled. تمام، هي by default بتكون optional. وبقول لك رايت إنه audit log وكذا الحكي، فيك طبعا تغيره نفس النظام. language بقول لك ال FMC بتدعم شوية لغات، إنجليزي ولغات ثانية اللي هي اليابانية ولغات كورية على صيني مش عارف اي شيء. طبعا احنا هنهتم في الانجليزي بس ما بدعم العربي. اللوجن بانر، اللوجن بانر كتير حلو. باختصار فيك تحط مسج لما يجي يعمل لوجن عندك اي يوزر، مثلا خلينا نقول له مثلا نقول له hey this is أو welcome to معاري word. تمام، اول كان مفروض هون في سبيس. اوكي please do not change anything unless you are expert or a ممكن تقول له اياه بهاي الطريقة وقول له سيف. طيب خزنا اللوجن بانر هون عندنا وقال لك سكسسفلي. تمام، روح قول له لوج اوت. ماشي طلعنا، ادخل مرة تانية عطول قال لك هاي ويلكم تو معارز وورد بليز دو نوت تشينج انيثينج انليس يو ار اكسبرت اور اليجيبل. قول له اكسب بس وبدخلك. هو هذا رسالة بدك تحط له إياها. تمام، خلينا نروح مرة تانية على settings، نروح على configuration. نروح على login banner، وصلنا عنده. اوكي فاي حطت لي اياه، ممكن نشيله نحن كمان. اوكي سيبه ماشي. المانجمنت انترفيسز هاي تطرقنا لها من قبل لما كنا عم نعمل خاصه الموديفاي لللاب تبعنا، كان ايذر زيرو اللي هو الديفولت بيكون المانجمنت، حطيته على الشبكه تبعت البيت تبعي او محل ما انا عم بشتغل عشان اقدر افوت عليه من هذا الرينج. وعملت لينك تاني دخلته بقلب التيبولوجي وعملته 102. ليش؟ عشان اللي انا بعمله هذا قاعد، عشان لما انا رحت على السيسلوج، السيسلوج لو انا ما عامل هاي الحركة وحطيت هذا ال 188 هي شبكة البيت تبعي او المكتب تبعي، فهذا ما راح يقدر يفوت على هذا ويتكلم معه. تمام، لانه تو ديفرنت نتورك اصلا وانا مش عامل راوتينج من برا لجوا. فعملت لينك اللي هو هذا اللينك وحطيته 102. تمام، وعملت انتر في لان راوتينج على الفاير باور. طبعا هذا كله شرحته من قبل بس للتذكير. واضطريت هون اعمل راوتينج هون، قلت له اللي هو الراوت باك، قلت له اي شبكات تبدا ب 192.168.0.0. طبعا انا عامل السبنس تاعوني هيك.
من الانترفيس EZ01 يطلع لي الجيت واي تبعه هو 100.1. طبعا هذا الجيت واي موجود على الفاير باور، ممتاز جدا. IPv6 اذا انت عندك IPv6 بدك تحط على اللان فيك طبعا تضيف. شيرد سيتنجز هون الهوست نيم فاير باور، ممكن مثلا تسميه FMC تغيره. الدومين نيم انا هذا حطيته من قبل، هذا الدومين نيم تبع ال قول معي تبع السيرفر. اوكي الدومين كنترول تبع السيرفر لما جهزنا السيرفر CCIDFLocal، منيح تحطه هون عشان لما يعمل لوكال بيكون هو دي ان اس. فيك تحط الدي ان اس تبعك هون. هلا هدول البابليك دي ان اس تاعون سيسكو ام، ممكن مثلا تعمل له بهي الطريقه، قول له كات نزل لي كثالث واحد ونزل لي ك ثاني واحد هون اذا بدك. يعني ممكن ما تعمل حركه، ممكن تحط ال 192.168.30.200 الاكتف دايركتوري تبع الدومين كنترولر، ممكن تحطه. ريموت مانجمنت بورت هو هذا باي ديفولت. الاو تبعت الاي بي في 6 الريبلاي باكيتس وكذا اوكي الاو اصلا. البروكسي اذا بدك تعمل انيبل للبروكسي فيك تعمله من هون، تحط البروكسي. انا ما عنديش اي بروكسي، ممكن تقول له سيف، قول له يس. تمام. نتورك اناليسي بريفرنسز، طبعا في عندي نفس الشيء نتورك اناليسي نتورك اناليسي بريفرنسز. لما بدي اضيفه بقول لك فيك تعمل المسج تبعه اوبشنال ولا ريكواير. شوفها هذا بعده بسيف. نتمنى اليوم ماله يشتغل. طيب خليني بس اعمل له بوز شوي قبل ما يخلص. طبعا خلص هون، اعمل سيف. اوكي نتورك اناليسيس بوليسيز اللي هي نفسها عملناها الاكسس كنترول بريفرنسز سيستم بروسيس ار ستارتين بليز ويت. اوكي يمكن لاني غيرت الفاير باور اف ام سي فعم بحطه بالبيلت ان سيتنجز، خليني انطر عليه شوي. تمام خلص هون. نتورك اناليسيس بوليسيز بريفرنسز هي نفسها، لما تضيف نتورك اناليسيس بريفرنسز بالمستقبل بقول لك هاي شو اللي بدك اياه اوبشنال وكذا. طبعا حطه ديسيبل عشان ما تضايقك، خليه سيف. تمام هو دائما مع الكونفيجريشن مانجمنت شوي الامور بطيئه، اجمالا كله مع الـ FMC بطيئة الأمور. Processes أو الـ Process، الـ Process هون الـ FMC أعطاك أحسن مثلا ما تروح تطفيه على طول. فيك تعمل Shutdown Management Center من هون تقول له Run Command، أو فيك مثلا إذا بدك تعمل بس ريموت للـ Management Center تعمله من هون Run Command، بدك يعني Restart له، أو Restart Management Center Console بس الـ Console تعمله من هون. ممكن أحسن ما تروح تعمله إياه Hard ويصير في عندك مشكلة. الريست API preferences هاي لازم تكون enabled عشان اي third party integration، اي شغلات بدك تعمله integration او بدك مثلا مثلا تكتب script command python وتعمل له integration مع ال FMC، ف لازم هذا الاوبشن يكون عندك enabled. remote storage device هذا الموديول خاصه لما بدك تعمل، ركز معي، لما بدك تعمل باك اب لل الاف ام سي نفسه او الريبورت او التقارير. اوكي هلا هو مبدئيا بيخزن باي ديفولت عنده على الاف ام سي نفسه. هذا راح اتطرق له، انا راح افرجيك السيت اب هلا، راح اتطرق له كيف تعمل باك اب وريستور في موضوع المانجمنت، في موضوع عفوا المينتيننس والترابل شوتينج، بس لازم هذا الامور تكون عندك متفعله. طيب فهون انا بعمل باك اب لل مره تاني للاف ام سي نفسه وللريبورت، هذا مش للايفنتس. الايفنتس ما دخل الايفنتس لهلا لوضعنا هلا، بس بتخزن عندك لوكال على الاف ام سي، ما فيش طريقه اصلا. فبتروح في عندك الان اف اس النتورك فايل سيستم، وفي عندك الاس ام بي اللي هو تبع مايكروسوفت تبع ويندوز، في عندك عن طريق الاس اس اتش. اذا بدك تعمل عن طريق الاف ان الان اف اس
طبعا لازم تنزل، انا اي ثينك ننزلها. نروح هون على السيرفر، وين عند السيرفر؟ هي سيرفر لانه هو عامله هون دومين كنترولر وعامله كل شيء وحكونا عامله فايل سيرفر. هون بوضعه الطبيعي لما تروح هون على الاد فيتشرز سيرفر مانجر از كولكتنج انفنتوري قول له نيكست، كمان نيكست، كمان نيكست. لو بتلاحظوا فايل اند ستورج سيرفيس هو موجود هون، لو فتحته عند الفايل اند ايس كازي انا اوريدي منزل ال NFS هون. انت اذا مش منزل بدك تحطها بتعمل كليك وبتقول له نيكست نيكست انستول، ما بده ريبورت اصلا للسيرفر، ماشي الحال. بس انا اصلا ما بحب اعملها عن طريق ال NFS، بحب اطريق عن طريق ال SNMP ال SMB. طيب كيف بدنا نعملها؟ خلينا بس نروح نعمل فولدر ونشيره. روح على السي مثلا، لو عملت انت فولدر سميته fmc-backup ماشي، تروح تقول له share with specific people. طبعا هو باي ديفولت حيكون مع الادمنستريتور، انت بس خليه مبدئيا everyone. ليش everyone؟ قل له add، كان في مشكلة spelling. واعطيه read write، طبعا لازم تعطيه read write. قل له share، فصار عندك server 2016/fmc-backup. قل له أمورك تمام. أنا لا عملت شير. طيب خليني أروح أعملها عن طريق SMB. قال لي الهوست، الهوست تبع مين؟ 192.168.30.200 اللي هو السيرفر اللي عليه. طيب الشير شو اسمه؟ أكتب له بس ال fmc-backup. طيب الدومين، الدومين تبعي اللي هو ccie.local اللي أنا كنت عامله من قبل. يوزر نيم حطوا الادمنستريتور يوزر نيم، والباسورد تبع الادمنستريتور، ماشي الحال. شو بدك؟ بدك يوز فور باك اب اكيد، ويوز فور ريبورت كمان اعطيني ريبورت. هل فيك تحط الديسك سبيس ثريشولد؟ اذا وصل 90% خلاص بصير يمحي ويحط مره ثانيه، فيك تغير بالبرسنتج هاي. وقول له قبل ما تقول له سيف، قول له تيست، خلينا نشوف بزبطه ولا لا. قال لك سكسسفولي يعني امورك تمام. اعمل له سيف هلا. خلص. هذا طبعا ما راح يصير شيء، لازم اروح اعمل سكادجول ولا باك اب عشان يقدر يعمل باك اب. هذا طبعا في درس ثاني، بس انا عم بفرجيك كيف نحن بنهيئ الاف ام سي كونفيجريشن بنحطه عشان بعدين نلاقي كل شيء موجود عندي. ممتاز جدا. SNMP Simple Network Management Protocol. شوفوا يا اخوان، الـ SNMP هو موضوع كتير كبير. عشان ابعت عندي الـ Events او اي اشي بيحصل ماشي، بس في عجالة اقول لكم شو الـ SNMP. الـ SNMP فيه طبعا شيء اسمه SNMP Trap. انا لما يكون مثلا عندي جهاز، خلينا نقول Switch، وانا عامل Enable الـ SNMP، هلا اذا ضرب عندي مثلا Interface ال SNMP بيبعت تراب ال SNMP software، بيجي بيقول لي في عندك الانترفيس الفلاني انضرب. انضرب عندي power supply، نفس النظام. شغلات خاصة بالسوفتوير بالconfiguration بقدر اعمل له اياها، هو sensors انا بضيفه وبقدر اتعامل انا معه. طبعا ال SNMP اجى بانواعه بversions 1, 2, 3. هو الثري الفرق عن الثري بس انه صار بده انكريبتد وبدك تحط له يوزر زيك. انا حاشتغل بس على الفيرجن 2. قال لك كومنت سترينج، اعطيني بس الباسورد تبعه الكومنت سترينج، مثلا اقول له ما بعرف 1, 2, 3، خلينا نقول له فيرجن، قول له سيف. اوكي، فهو له هو سيف هون. هلا لازم يكون في عندي SNMP سيرفر. SNMP سيرفر هو يا جهاز كمبيوتر نزل عليه سوفتوير SNMP او سيرفر.
هلا في عندك سوفت ويرز كثيره بتقدر تشتغل عليها، زي مثلا البي ار تي جي، سولار ويند، المانج انجن، وفي كلهم بيعطوك شغلات فري فور سنسر. انا هون كنت منزل سوفت وير اسمه بي ار تي جي. اوكي لو رحت قلت له بي ار تي جي نتورك، اعمل ياه اقول له لوجن. طيب تمام، هلا بضيف انا هون سنسورز، في عندي سنسورز كثير، في عندي ديفايس، قل له مثلا اد ديفايس، قل له اد ديفايس مثلا، سميه مثلا اف ام سي وليكن. قل له اوكي. اوكي اي بي في 4 اد ديفايس تو جروب لوكال اف ام سي. اوكي اي بي في 4 بقول لك اي بي في 4 اللي هو مثلا 192.168 تبع الاف ام سي .100.2. اوكي اد تاج اذا بدك تاج، ولا في عندك كثير شغلات فيك تحط تبع سيسكو بما انها مشتغل سيسكو. سيسكو 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 مش شايف سيسكو يا سيسكو، مثلا حط له تبع سيسكو. في شيء تاني؟ اوتو ديسكفري ليفل، نو اوتو ديسكفري، ستاندرد ديسكفري، حطه على ستاندرد ديسكفري مش مشكلة. ولا خلينا بعدين نظبط الاعدادات. كريدنشال فور ويندوز سيستم، اوكي 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 مفروض تمام. قول اوكي هلا ماشي. وين صار عندي ال FMC؟ هي ال FMC صار عندي تحت. قول له رايت كليك وقول له اد سنسور. طيب السنسور مثلا هو SNMP. سكرنا عليه هون. ولكن انت شو بدك اس ام بي ترافيك ولا اي بي سي هاردوير ولا سيسكو ولا انا خليني مثلا مبدئيا على الترافيك. قول له اد. عم بيعمل لك بريبير عشان يشوف لك مثلا اذا في شيء صار عندك بالترافيك يخبرك عليها. بفتكر في شيء كمان خاص بالهاردوير، بس انا ما حطيت هون عندي ال لازم الكونيكيشن سترينج اللي هو 123 اللي انا حطيته، فكان لازم يحصل. هلا بنشوفها وين. could not create SMB traffic sensor device كذا 122 the sensor does not get response. اوكي ممكن ما اعمل response على اساس، خليني اروح على devices شوف اذا بقدر اعمله edit. وين الـ FMC عندي؟ مش موجود. قول له all our device list. هي الـ FMC هون. نعمل السيتنز مرة تانية. status started. اوكي الـ IP address طبعا موجود. tag location المفروض يعطيني الـ community string. الثاني
credentials for SNMP. ماشي أنا استعملت version 2. ما كوميت string هو بقول لك public لا. 1 2 3 حطيناه. SNMP port طبعا بيشتغل على port 161. قول له أوكي هلا. قول له أروح على الديفايس هلا. FMC right click add sensor قول له SNMP نزل لي خلينا ناخذ الترافيك بالأول المفروض تزبط حطيت لكم ال كوميدي سترينج حطيت نفسه من الـ FMC هون 1 2 3 و version 2 could not create SNMP traffic sensor and device FMC 192.168.2 the sensor does not get response from the device you want to monitor might be that SNMP credentials are wrong or that the device does not support the required uptime traffic sensor to resolve this issue check SNMP access rights of the device or طيب خلينا نعمل شغلة وأتوقع هي لا مظبوط بشوي روح على الاكسس ليست مفروض أضيف الـ SNMP يو اد رول اللي هي اس ان ام بي الاي بي ادرس وليكن 192.168.30.200 معقول هيك ضفتها كاكسس ليست نقول كنسل كل مرة تانية SNMP مظبوط هلا اشتغلت كان لازم اضيفه بالاكسس ليست انه هذا الجهاز هو بيشتغل على البورت SNMP 161 اضيفه بالاكسس ليست وسيف عليها ممتاز جدا اوكي هلا بدك تعمل كرييت بقول لك سيلكت فاليو اوكي شو بدك تعمل كرييت عليها سيلكت اول كونكتد انترفيس هي هون شو بلش يقرا لك قال لك عندك انترفيس اي 0 و 0 اي تي اتش 0 اي 0 1 و 2 و 3 و 4 هدول تعون الاف ام سي تمام وبلش يقول لك السرعات تبعه هون بلش يقرا هلا بقرا وبصير يعمل مونيتورنج لها اي شيء بصير مهم بيعطيك تريجر عليه بيبعت اس ان ام بي تراب لإله ممكن تقول له مثلا كرييت بغض النظر عن كرييت مش موضوع اس ان ام بي لانه اس ان بي كتير كبير يعني وخاصة السوفت وير البي ار تي جي كيف تستعمله بس هلا هو اشتغل اموره تمام وقال لك انا هون عم بعمل لك اس ان بي ترافيك سنسور وباندويث فاموره تمام هلا هو عم بيصير بشوف اي شيء بيصير بتلاقيه بيبعت لك ايميل عليه او تريجر للتراب عظيم خلصنا من ال SNMP process rest SNMP طيب شيل تايم اوت عفوا شيل تايم اوت هلا هون هذا بكل بساطة بصير يقول لك هو انه البراوزر سيشن تايم اوت اللي انا فاتحه هلا على الاس ام سي انا اذا ما عملت اي اكتيفيتي عليه ما حركت اي شيء الماوس هيك رحت على الغرفه تركته هون بعد ساعه 60 دقيقه بقوم بيعمل اوتوماتيك لوج اوت اوكي فاذا عم تعمل من الشيل يعني مثلا اذا الاس اس اتش الاس اس اتش او اي شيء ما بروح تايم اوت يعني مثلا لو انا رحت هون فتت على الاف ام سي نفسه هون هلا
هذا ما بيروح تايم اوت، شايف انا فايت هون كونكت عليه وما بيروح تايم اوت، بضل هاي واحدة مثلا من الشغلات. طبعا بدك له تايم اوت زيرو معناتها برا الحسبة كلياتها، بدك تحط له فيك تحط له 60، فيك تتركها زي ما هي، فيك تتغير بالقيم هاي. طيب تايم، التايم لازم تظبط التايم تبع الاف ام سي ضروري جدا. عشان تظبط التايم خليني اروح على تايم سينكرونايزيشن اول شيء وثاني شيء. اوكي اذا قلت له مانوالي لوكال كونفيجريشن انا ما بدي ابيع ان تي بي، قول له مانوالي سيت ماي لوك مانوالي. اوكي يلا على التايم. اوكي فهون انا لازم احط الوقت تماما هو شو. طيب انا تاريخ 22 جانيوري كذا، هالساعة عندي 4:34 العصر. طب لو رحت قلت له هون خليني اضبط الامور، ما بديش يا امريكا اسيا مثلا، ولا شكل صغير كتير. اوكي دبي ولوسي. اوكي اسف سيف دان. اوكي قال لك التاريخ الوقت 4:35 تمام، قول له ابلاي. هذا الوقت لازم تظبطه عشان كل الايفنتس والريكوردز والشغلات كلياتها حتعتمد عليه. اوكي قول له سيف تمام. هاي خلصنا بالتايم والتايم سينكرونايزيشن. خلص سيفنج ماشي. هلا UCAPL هاي قصه طويله عريضه هاي. شخصيا ولا حدا يعني ولا حدا بيستعملها، حتى هي اصلا باي ديفولت محطوطه لنا. طب بس شو هي هاي؟ عفوا السي سي اختصار لشيء اسمه كومون كريتيريا ماشي، هو هذا جلوبال ستاندرد، هذا ستاندرد للسكيورتي. هذا المودل شو باختصار؟ سيسكو مسجل مع وكالي بأمريكا تابعة للدفاع والقصص هدول، عشان بتسجلوا السوفتوير والديفايسز ان هن معتمدين كسيكوريتي ديفايس، اوكي كجهاز سيكوريتي. فانت اذا بدك تكون تضيفه السي سي هي كومن كريتيريا، واليو سي اي بي ال اللي اختصار ليونيفايد كابابيلتيز ابروفد برودكت ليست. تمام بدك تروح على الستاندرد الـ UCAPL ولا الـ CC؟ ولا واحد، خليها نن وانسى. الـ User Configuration، تعال نشوف شو الـ User Configuration بقول لي. تمام الـ Password Reuse Limit، هنشوف أي إشي صفر معناته أنه مش معمول مش معرف. فعندك الـ Password Reuse Limit، إذا بدك تستعمل هذا الباسورد كم مرة. فأنت ممكن مثلا تحط باسورد مثلا على سبيل المثال 123 وتقول له مثلا بس لي أستعمل هذا الباسورد مثلا مرتين، فبس بيحلك استعمله مرتين. زيرو معناتها فيك تستعمل قد ما بدك. التراك سكسسفول لوجنز، إذا أنت دخلت على الإف إم سي بنجاح بقوم بيعمل لك التراك عليه. طبعا ماكسيموم فاليو 365، زيرو نو تراكينج معناتها ما بيعمل لك تراكينج. انا ما بفتكر اني انا ممكن احتاج انه اذا حدا فات لوجن اقول اه هذا فات مثلا لوجن سكسسفول مرتين ثلاثه، لا. الماكسيم نمبر اوف لوجن فيليرز، تمام ممكن تحطها انه كم مره تسمح له مثلا يعمل فيلد لوجن وتحط له لوج اوت، بس لما حطيت له لوج اوت
لازم ترجع هون تحت تسمح له. على سبيل المثال انت دخلت الباسورد 3 مرات غلط ومتقفلت لك الاكاونت، طب حيضل مقفول الاكاونت على طول؟ لا، قال لك set time and minutes to temporary lock out users. ففيك تقول له مثلا هذا اللوك اوت بالدقائق مثلا 60 دقيقة ساعة، بيفتح بعد ساعة 30 دقيقة براحتك. maximum concurrent session allowed، فيك تفتح نفس السيشن اكتر من مرة بنفس اليوزر. maximum session for user with read only privilege، read only privilege مثلا فيك تحط له مثلا مرتين انه اثنين سيشن. maximum session for user for read write privilege ومع CLI users فيك تحط له مثلا ثلاثه كذا. خلينا صفر، انا دائما بصفر يعني على ديليت على الديفولت ما بغير، انت براحتك. هون vulnerability mapping، لما نحكي بالvulnerabilities والمستكشفة طبعا هون بيكون حاطط لك ليست طويلة عريضة. إذا بدك أنت هون تعمل له mapping له، هون شوف في عندك شغلات بدك تعمل له enable، تعمل select عليها وبتحطها وتقول له save، فبيعمل لك مثلا enable له. طبعا vulnerability mapping طويلة عريضة منها مش مضطر لها ولا عمري اشتغلتها يعني. ويب اناليتكس، باختصار الويب اناليتكس هون بتبعت لسيسكو فيد، بتساعد سيسكو يعني عشان ياخد ال شوية احصائيات من الاكتيفيتيز والاكشنز اللي انت عملتها هون. فبتساعد سيسكو انه مثلا تقدر تعمل لك ريبورتينج صح، كذا تشوف وين مثلا في مشاكل في قصص، فيك تعمل لك شير يوزرز انفورميشن وذ سيسكو، فيك تعمل سيف، وفيك طبعا تشيله وما تساعد سيسكو ولا تعمل اي شيء لانه هاي بالنهايه تحاليل واناليتكس. باختصار هاي هي كل السيستم كونفيجريشن مانجمنت، بفتكر شرحناها واحده واحده، وان شاء الله لقدام بنشوف بحاول لكم احنا فعلنا هاي بالكونفيجريشن عشان فادتنا بهذا المكان. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تدعمونا بسبسكرايب وشير ولايك، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.